باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برنامجنا عن العهد رمى النور بعنوان أم ربي، وفي المجموعة دي بنتكلم عن الظواهر الروحانية اللي كانت بتصاحب ظهور العذراء أم النور في ذاته. فالظاهرة اللي هنتكلم عنها النهاردة ظهور الحمام النوراني. جه في السنكسار بتاع 24 برمهات، سنكسار الكنيسة الأرثوذكسية، ما يلي أحب أقراه لكم عن الحمام. صاحب تجليات أم النور في كنيستها بالزيتون ظهور كائنات روحانية مضيئة تشبه الحمام، وهي عادة أكبر منه حجما، وتظهر نحو منتصف الليل أو بعده الثانية أو الثالثة صباحا. ثم أن هذه الكائنات بيضاء لامعة مشعة بصورة لا يوجد لها مثيل في عالم الطيور، خاصة وأنها تظهر في وسط الظلام الحالك متوهجة منيرة من كل جانب، من فوق ومن أسفل. ثم أنها تتحرك أو تطير فاردة جناحيها من غير رفرفة. في الغالب أنها تنساب بسرعة كبيرة وكأنها سهم يشق سماء الكنيسة، وتظهر فجأة من حيث لا يعرف الإنسان من أين جاءت، وتختفي أيضا فجأة وهي في مدى الرؤية. يعني لما بتختفي بيبقى لسه متشافة مدى الرؤية، مش يعني صغرت لما راحت، لا متشافة فجأة كده. ويحدث الاختفاء وتكون السماء صحوا، يعني مش دخلت ورا سحابة مثلا، سحابة حجبتها، لا السماء صحوا. الحقيقة احنا نتأمل في الموضوع ده. الحمامة ورد ذكرها في الكتاب المقدس لأول مرة في حمامة نوح لما بعتها عشان تستكشف هل بقى فيه في الحياة في الأرض ولا. وتكلمنا عن موضوع الحمامة قبل كده وقلنا زي انها كانت بشرة حلوة جدا وبشرة السلام. والحمام طبعا موجود في الإنجيل بكثرة في حتت كتيرة، فمثلا تلاقوا الحمام اللي نزلت على السيد المسيح ساعة المعمودية مثلا، ومثلا في سفر نشيد الأنشاد لما العريس اللي يمثل ربنا بيشبه حبيبته اللي هي النفس البشرية بالحمام، يشبهها كده في سفر نشيد بالحمامة كده ويقول عليها حمامتي كاملتي، فدي تشبيه تاني. الحقيقة الحمام له صفات جميلة جدا وكتيرة، وهو له رموز روحية كتيرة، لكن من أهم الصفات ديت صفة الود. يعني إيه الود؟ الود في المعيشة. يعني الحمام تلاقوه بيتآلف مع بعضه ويطير في مع بعضه في أشكال جميلة، ما بيتعاركش مع بعضه، ما بيتخانقش على أكله، ما بيسابقش بعضه. فالحمام دي صفة جميلة فيه، بيرى وسط الجماعة في مناظر جميلة منتظمة. دي بيخلينا نقول إن الحمام يتصف بالرقة في العيش، بالسلام مع بعضه. هو طائر المحبة الطاهرة والشركة. لذلك بنقرأ عن الحمام كده في نشيد الأنشاد الكلام الجميل ده كله. الحمام ده يرمز للحب وللود وللتآلف وللبساطة وللطهارة. فعلا ما أرق العواطف والأحاسيس الجميلة اللي ربطت نوح بالحمامة. عشان كده لما جه يوصف نوح الحمامة قال عليها كلام جميل جدا. بصوا كده، خلي بالكم كده في الوصف كده يقول ايه عن معزته للحمامة وحبته في الألفاظ. فتلاقي مثلا نوح يقول ايه لما ذكر الحمامة، يقول ثم أرسل الحمامة من عنده. خلي بالكم كلمة من عنده دي، يعني كانت عنده غالية عليه أرسلها من عنده، فرجعت إليه. خلي بالكم كلمة إليه برضه، أدخلها عنده وبعد شوية فأتت إليه
زي يكون كده في ود كده ومحبة بينه وبين الحمامة النبيلة دي الجميلة دي، صفة نبيلة في أولاد الله أن يكون كالحمام. الحمام ده رمز لحاجات جميلة جدا. فلما تيجي في الزيتون تظهر حمام مع ظهور العذراء لازم له معنى. البعض فكر الحمام ده أرواح ملايكة، لكن قداسة البابا المعظم البابا كيرلس السادس نفعنا الله بصلواته قال في لقاء مع جريدة الأخبار في 11/5/68 قال إن ده الحمام النوراني اللي في الزيتون مش ممكن يكون أرواح ملايكة، لأن الملايكة ما تقالش عنها أبدا إنها ظهرت في شكل حمام أبدا قبل كده، لكن ممكن تكون أرواح قديسين. القديسين اللي جايين مع العذراء، اللي بيتصفوا بالمحبة، اللي جايين في ود وتآلف معاها، عايز يقول لنا من الظهور ده ان الحياة في السماء فيها ود وتآلف مع بعض، محدش هيغير من بعضه، محدش هيتقاتل مع بعضه، محدش هيتكلم على حد كلمة وحشة، الكل هيعيش في سلام، لأنهم هيشبهوا بالحمائم الجميلة. حتى المسيح له المجد قال لنا كده، هل أنا أرسلكم كإيه بقى؟ كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالإيه؟ كالحمام. شبهنا هنا بالحمام. ربنا يدينا كده إن احنا ناخد بالنا من إزاي إن احنا نكون زي الحمام الوديع، لطيف. الحمام الوديع لطيف، يبقى في سلام بيننا وبين إخواتنا. أجمل شيء أن يكون في سلام بيني وبين الناس اللي أنا عايش معاهم وبيني وبين إخواتي. ربنا يدينا هذه الصفة الجميلة زي العذراء الحمامة الحسنة. لإلهنا كل مجد وإكرام وعز وسجود من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.